أعلن البنك المركزي السوري اليوم في بيان أنه خفض سعر الصرف الرسمي لليرة السورية إلى 4522 ليرة أمام الدولار. فما انعكاسات هذه التسعيرة الجديدة على المواطن السوري؟ تزامنا مع أسوأ انهيار لليرة في تاريخها، حدد مصرف سوريا المركزي الاثنين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للمصارف العامة وشركات ومكاتب الصرافة ب 4522 ليرة سورية للدولار الواحد. كما حدد المصرف وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات الشخصية الواردة من الخارج ب 4500 ليرة سورية للدولار الواحد. وبحسب النشرة الصادرة عن المصرف اليوم، بلغ سعر صرف الدولار الرسمي 3000 ليرة سورية بدلاً من 2500 ليرة سورية. كما نقلت وسائل إعلام محلية صورة عن نشرة لم ينشرها المصرف المركزي عبر معرفاته على وسائل التواصل الاجتماعي توضح رفع سعر الدولار في النشرة الخاصة بالجمارك والطيران إلى 4000 ليرة سورية. وخلال السنوات الماضية لجأت الحكومة السورية إلى سياسة وضع أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية أمام الليرة السورية، ويرى خبراء اقتصاد أن الأمر يعود لأسباب عديدة، منها محاولة السيطرة على قيمة الليرة والاستفادة من فروقات أسعار الصرف. وبحسب النشرات الصادرة عن المصرف المركزي، توجد في سوريا أربعة أسعار يعلن عنها بشكل يومي، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر السوق السوداء. وفي ذات السياق، علق مصرف سوريا المركزي أمس ولأول مرة منذ أشهر على الانهيار الذي يواجه العملة المحلية، بالقول إنه مستمر باتخاذ كل الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية، وبأنه مستمر بمراقبة سعر الصرف بالسوق المحلية. وأضاف المركزي أنه مستمر في متابعة معالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تؤثر على استقرار سعر الصرف على حد وصفه. أرحب بضيفي من باريس شاهر يونس، ناشط سياسي ومهتم بشأن الاقتصاد. أهلا بك أستاذ شاهر. نبدأ يعني اقتصاديا، كيف تفهم هذه الخطوة من البنك المركزي برفع سعر الصرف؟ تحياتي لحضرتك وللأخوة المشاهدين. شكرا لك. على غير العادة ما رح نحكي بداية بالأرقام، رح نحكي بنقاط واقعية بتسلط الضوء على الواقع المعيشي للمواطن السوري اللي هو المتضرر الوحيد والمتضرر الأكبر من هذا التخبط بتعاطي مصرف سوريا المركزي ومن وراءه الحكومة السورية مع هذا السقوط الحر لسعر الصرف الليرة السورية اللي خلال خلينا نقول 40 يوم الماضية شهد سقوط تاريخي، يعني أو انهيار تاريخي غير مسبوق حتى بأصعب أوقات الأزمة السورية. دائما ما يعني هناك تبريرات لا تسمن ولا تغني من جوع. المصرف سوريا المركزي ومن وراءه الحكومة يهربون بجميع الاتجاهات ولا يضعون يدهم على المشكلة مع أنهم يعرفونها تماما. مع هذا الانهيار يبقى سعر صرف الليرة السورية هو سعر غير حقيقي وغير واقعي، سعر مغطى. وصل بالشهر الماضي لحدود 7200 ليرة، تراجع تحسن بالأيام الأخيرة. لليوم يتحفنا المصرف بسعر أو خلينا نقول بأربع أسعار. يعني دائما هناك هذا التساؤل، ليه سعر عملة بيكون له أربع فئات أو أربع شرائح؟ طبعا ناهيك عن سعر سوق السوداء، نعم. نحن عم نحكي على السعر الرسمي. في عندنا سعر طيران، وفي سعر للجمرك، والسعر للمغتربين، وسعر كله هذا يعني دوران حول المشكلة دون تقديم أي حلول. طيب،
اليوم ما الذي دفع البنك المركزي لتحديد هذا السعر الجديد في ظل هذا الانهيار الذي تحدث عنه المتسارع وغير مسبوق خلال 40 يوم، يعني وصل لحدود 7000 وأكثر؟ هناك سببين، على ما أعتقد هناك سببين يدعان المصرف السوري المركزي أن يتعاطى أو ينشر هذه الأسعار. أول سبب هو الفائدة، يعني المصرف يستفيد من هذه الفروقات ودائما يرى أين تكون الفائدة للخزينة يتصرف هكذا، لكن دون أن يراعي خطة مدروسة، خطة مستقبلية، ولو كان من المستقبل القريب، يعني لا نريد خطة بعيدة المدى، خطة قريبة لا يوجد لديه خطة. يظهر لنا على أعلام النظام في نفس اليوم على قناتين متشابهتين مسؤولين في مصرف سوريا المركزي، أحد المسؤولين يعطي مبرراته لعدم كشف السعر الحقيقي لسعر الصرف بداعي أن هناك سيحدث حالة فوضى أو هلع أو بلبلة يعني عند المواطن، والمسؤول الآخر يرى بأن يجب أن نضع المواطن أمام الحقيقة وأمام السعر الحقيقي. يعني من نفس الجهة هناك رأيين متضاربين، هذا يعبر عن تخبط مو أنه غير مسبوق، اعتيادي، يعني دائما التخبط وعدم الشفافية. الوضع المواطن السوري حاليا يعني حسب منظمات دولية 95% من الشعب السوري تحت خط الفقر، يعني دخل شهري أو راتب الموظف ما يعادل 20 دولار بأحسن حالاته، بأحسن حالاته قد يصل إلى 35 دولار. دخل المواطن، لا نقول محدود الدخل، نقول معدوم الدخل للأعمال الحرة 5000 ليرة في اليوم الواحد. 5000 ليرة كما هو معلوم سعر السندويشة أو الوجبة الواحدة للشخص الواحد قد تصل سعر السندويشة ل 13000 ليرة سورية، يعني عفوا سندويشة الفلافل ب 8000 ليرة، سندويشة الشاورما ب 13000 ليرة، سندويشة البطاطا ب 6000 ليرة. نحن عم نحكي عن دخل يومي 5000 ليرة يقارب الدولار، خلينا نقول 1 دولار، أصبح عندنا نحن 30 دولار، هاي إذا اشتغل بشكل يومي يومي وبشكل مستمر لطيلة الشهر. أستاذ شاهر، هذا الدخل تفضل. تحدثت عن فروقات كبيرة، هنا نسأل طيب لماذا انتظر البنك المركزي تحديد سعر جديد للليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بعد الميزانية التي وضعت لعام 2023؟ ألا يسبب ذلك خلخلة في هذه الميزانية وخلخلة في سياسة النقد والمال؟ بالضبط، يعني هذا التصرف الغريب أو هاي النشرات الجديدة ظهرت بعد ميزانية مترهلة جدا، يعني ميزانية مخجلة، يعني من أي جانب رد تحسبها بتلاقيها يعني شيء غير منطقي أبدا. بيجي بكمل المصرف سوريا المركزي بإعلان هذا سعر الصرف اليوم اللي صدر 4000 ليرة للسوق العادية أو أسعار الصرف، 4500 ليرة أسعار 4500 ليرة للجمرك أو للتحويل الخارجي، يعني على أين أساس؟ هل هناك تغطية؟ هل هناك خطة مدروسة؟ هل هناك نظرة قريبة المدى بعيدة المدى؟ لا يوجد حلول، لا يوجد إلا تخبط يمينا وشمالا وأعلى وأسفل دون أن يرى. يعني بصراحة خلينا نحكي نكون واقعيين، ليس لديه أي حيلة. عزى بعض الفترات بالأصدقاء، ما يسمى الأصدقاء والأصدقاء الجدد الذين
طبعوا مع النظام لتلقي دعم منهم. كان يتلقى دعم من لبنان، لبنان حاليا يعني وضعه أسوأ أو الوضع مشابه. الحليف الروسي والحليف الإيراني أداروا ظهرهم وبكل علن وبكل صفاقة. لا عدة مسؤولين زاروا طهران وزاروا موسكو، عادوا بخفي حنين كما يقال. لم حتى الحليف الجديد الحليف الإماراتي دعموا معنويا ودعم النظام بتركيا ماديا. لم يجد هذا النظام إلى الآن أي ثغرة، لا نقول فجوة، أي ثغرة نور يعني لتعديل سعر الصرف. ليس هناك إلا ما يروج حاليا بأن يطبع قيمة من الأوراق المالية بدون رصيد، وهذه ستزيد الكارثة وستزيد الطين بلدة. طيب أستاذ شاهر، هنا نسأل عن التجار والصناعين ورجال أعمال الذين دائما يطالبون بتحسين سعر الصرف. هذا اليوم السعر الجديد إلى أي درجة يساعدهم في تمويل مشاريعهم؟ لا أظن أنه يستطيع هذا الحل، يعني الأخذ بيدهم أو إيجاد حل لهم. الصناعيين والتجار مقيدة أيديهم من جميع الجهات، من سعر الصرف لا يوجد سعر منطقي يستطيع المستورد أو التاجر التعامل به بظل السعر العالمي، أو يعني مع أنه يعني الدولار واليورو بالأشهر الأخيرة بسبب الحرب الأوكرانية خسر من قيمته كما هو معلوم. سعر برميل النفط نفس الشيء ارتفع، لكن هل هذا يؤثر أو يضع الحكومة بصورة أنه هذا الوضع وضع التجاري أو النشاط التجاري أو النشاط الصناعي سيتدهور، سيقضى عليه تدريجيا بحالة موت سريري، بالإضافة للمقومات الثانية اللي هي مفقودة، يعني موضوع الطاقة، موضوع الكهرباء، موضوع الوقود اللي يعتمد عليه الصناعيين بكافة نشاطاتهم، هذا مفقود. سعر الصرف متدهور، يعني كأني الموضوع محتاج إلى معجزة. نعم، أشكرك جزيل الشكر من باريس شاهر يونس، ناشط سياسي ومهتم بالشأن الاقتصادي، شكرا لك. مشاهدينا أشكركم على كرم وطيب المتابعة، إلى اللقاء.